هنتكلم النهاردة على مسرحية جديدة بعنوان حفلة تنكرية، واللي بتعرض حاليا في مسرح السلام، وبيقوم ببطولتها الفنان محمد رياض ولقاء سويدان وخالد محمود، والإخراج لهشام جمعة. المسرحية متاخدة من نص أجنبي لكاتب إيطالي، وهي مسرحية سياسية استعراضية بتدور فكرتها حول الأقنعة اللي بترتديها البعض، وبتعمل نوع من الحواجز بين الأشخاص وبعضها. كان لينا لقاء مع الفنانة لقاء سويدان، واللي كلمتنا عن دورها واللي بتجمع فيه بين الاستعراض والغناء والتمثيل، والتقينا كمان بمخرج العرض. تعالوا مع بعض نشوف هيقولوا ايه عن تجربتهم المسرحية الجديدة. انا بعمل دور فاوستا. فاوستا دي ماركيزا، هي الرواية بتدور في وقت يعني مفروض في الثلاثينات، فكانت الطبقة طبعا الارستقراطية دي هي من المسيطرة على إيطاليا في الوقت ده. طبعا الأحداث مفروض أنها بتدور في إيطاليا، إحنا معممينها يعني مش قايلين أنها بتدور في إيطاليا بس. فاوستا دي شخصية متحررة جدا، وبتغني وبترقص ومش عاجبها حد، وحرة جدا في آرائها وجريئة جدا. هي المسرحية سياسية سياسية كوميدية، ده القالب اللي اوريدي البرتو مورافيا كاتبه. حفله تنكريه دي مفروض حفله عاملها رئيس حكومه علشان عايز يتعرف على بنت معينه اللي هي فاوستا دي، عايز يوصل لها، فمعموله له الحفله دي كلها. في خلال بقى الحفله دي، قبل الحفله وفي نص الحفله ووقت الحفله وما يدور وراء الكواليس بتاعه الحفله، هي دي وبيتكلم عن الطبقه دي كل يعني الطبقه دي، الناس الارستقراطيين اللي مش حاسين بغيرهم، وبيتكلم عن الطبقه الفقيره الخدم واحساسهم ايه بالناس دول، بيتكلم عن مجموعه من الثوار، والثوار دول عايزين يعملوا عمليه اغتيال لرئيس الحكومه دي، يعني عارف مجتمع كامل. وهتلاقي فيها برضو تشابه مع حاجات، يعني تشابه اشخاص مع حاجات احنا بنشوفها ساعات في حياتنا العاديه. ولسه مكملين كلامنا عن مسرحيه حفلة تنكرية، واللي بتعرض على مسرح السلام، وهي من إنتاج الدولة. وبالرغم أن المسرحية اتكتبت في الثلاثينات، إلا أنها مناسبة جدا للعصر الحالي، خاصة أن أحداثها بتدور عن حاكم لإحدى المدن بيأثر بحكمه على شعبه وبيكون مثل أعلى للشعب، وبتحصل مفاجآت وبتتصاعد الأحداث. بيشارك في بطولة المسرحية الفنان خالد محمود، واللي بيقدم دور جديد ومختلف. تعالوا مع بعض نلتقي بيه ونشوف هيقول لنا ايه. المسرحية دي لو شفتيها من ايام ما اتعملت هتقول انها بتحاكي كل الاحداث على مر العصور لحد دلوقتي، يعني مسرحية ماشية مع كل عصر، وده اللي حببني فيها قوي. انا كان نفسي اشتغل مع الاستاذ هشام جمعة، عرض البرتو مورافيا، يعني حاجة كلها فيها ثقل كده، فدي كانت أهم الأسباب اللي خلتني أشتغل في المسرحية. رؤيتي ليها زي ما بقول لحضرتك إن هي بتخاطب كل عصر، وكل وقت هتتفرجي فيه على المسرحية دي هتحس إنها بتاعت العصر ده أو كتبت مخصوص للعصر ده. أنا بعمل سباستيانو، ده أحد يعني مش عايز أقول الأمراء لكن النبلاء، اللي هم فجأة يعني أنا لما هقولك جزء من شخصيته هتفهمي اللي انا بتكلم عنه. فجأة ليه حبيبته بيحبها جدا الفنانة لقاء سويدان، لكن هي كانت مع الجنرال، يعني هي ست بتلعب بكل الرجالة، فقرر يبقى ثوري. فمن هنا بقى تقدر تقول الثورة في منها صور بجد، وفي منهم من يدعوا الثورية، وفي منهم من اللي هو بيقول انا ثوري عشان ليه غرض او حاجه معينه عايز يوصل لها. ده هنا القناع محطوط بحجه الثوريه، لكن اللي وراه هو اعترف قالك انا مش ثوري او ثوري من نوع خاص او بثور عشان حاجه معينه، فركب الثوره عشان يوصل لحبيبته ياخدها من الجنرال ويمشي بيها وخلاص.